الحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات، الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ووهب لنا الاعمال وجعلنا من عباده الذين يحضرون الجمعه والجماعات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه الله، الحمد لله كما يرضى الله، الحمد لله بعد رضا الله، الحمد لله إذا رضي الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بالبعث والنشور أتقنها خالصة عند يوم القيامة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكسب الله به الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله العظيم ولزوم نهجه القويم بقوله تعالى في كتاب المعجز المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أتكلم اليوم بكل صراحة ووضوح وسأقسو على نفسي قليلا ولا أتحرز من ذكر أي شيء، سأتكلم بموضوع قد يهز القلوب، قد يكون قريبا على منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن أتكلم بالسياسة ولن أتكلم بتخويف الناس، لكني سأحاسب شخصا فاسدا لا بد أن أحاسبه على منبر رسول الله. بدلا من أن نصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحاسب فلان ونحاسب علان، الشخص الفاسد الذي لا بد علينا أن نحاسبه في منبر أو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلو منبر رسول الله. الشخص الفاسد الذي لا بد علينا أن نحاسبه وأن نقف عليه أو أن نكون مسؤولين عن كل كلمة يتكلمها هو الشخص الذي يرتقي على منبر رسول الله. سأحاسب نفسي، ولكن انطلاقا من خبرتي سيكون الكلام عاما. عباد الله، لقد تعجبت عندما أردت أن أتكلم عما يحصل في فلسطين ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأقصى. ماذا نتحدث للناس؟ كيف سأؤثر في جمهور المصلين؟ ثم تعجبت أكثر عندما أردت أن أتكلم عن المعاصي التي ترتكب على أرض الله. ماذا سأتحدث للناس؟ وكيف سأعظ الناس؟ وكيف سأخوف الناس من عقاب الله الذي ينذرنا في كل ليلة وفي كل صباح؟ بالأمس اصطبحنا على هزة خفيفة في الأرض لينذرنا الله لما ارتدفت المدينة في عهد عمر، قال: إنما ارتدفت المدينة بذنب أحد الذنوب. كيف سأؤثر بهذه الكلمة على الناس؟ تعجبت عندما أردت أن أتكلم عن القتل هنا وهناك، كيف سأؤثر بالناس؟ إذا مر خطبت الجمعة وقلت أنه لا يجوز للمصلي أن يفوت فينتظر، مش لا يجوز يعني، أن ينتظر المؤذن، فإذا انتهى المؤذن بدأ صاع الصلاة، فسماع الخطبة فرض وسماع الأذان سنة، فالفرض يقدم على السنة، إذا دخلت والمؤذن يؤذن فصلي لأن سماع الخطبة فرض. فأجد كثيرا من الناس لا يلتزم. هل العلة بالناس؟ أم العلة بالخطيب؟ أم هناك خطأ في الدين لا يحاكي واقع الناس؟ ما هي العلة التي تقطع الاتصال بين الخطيب والجمهور المصلين؟ فلما بحثت وقد كتبت في ذلك مقالا وسميته تكسر منبر رسول الله، وجدت أن العلة في الخطيب. والله العظيم العلة في الخطيب، العلة فيه وفي كل من يعلو على منبر رسول الله. برنامج تلفزيوني واحد في رمضان التامر
استطاع ان يؤثر في المجتمع وان يؤثر في الشباب اكثر مما يحدث في الجمعه. مسلسل تلفزيوني تابع ينشر الرذيله كفيل على ان يؤثر بشعب باكمله ولا تؤثر فيه خطبه الجمعه. تعجبت للمسلمين خطبه مقابلها خطبه عرفات يجتمع فيها الامه او تجتمع فيها الامه من جميع اقطاع الارض بالروح من حيث نطلع كأدرى نحن شيء في هذه الأمة ولا يتبين في واقع الأمة شيء. ليه؟ هل العلة بالناس؟ لا، لأنه في علم النفس ثبت أن الوعي التباعي للأمم لا يتغير ولا يتبدل منذ آلاف الآلاف كلمة الله الأطوار عنه. عموم الناس في الوعي التباعي في التفكير وفي التعاطي مع الأشياء لا يتبدل، وهذه سنة من سنن الله التي لا تتبدل. لذلك تجد القرآن يسكت لنا قصص وأمثلة ونماذج إنسانية تتكرر على جميع الأزمان والأمكان. تتكرر، فالله يذكر لنا نماذج ولا يذكر لنا أسباب، فوجدت أن العلة في الخطيب. قبل أن أظلم نفسي وأظلم كل الخطباء، لا أقول كل الخطباء ولكن أغلبهم، وهذا من واقع خبرتي سبع سنوات وانا اخطب الجمعه فلا ادري اثر المرجو مع خطبه الجمعه عليه. يقتصر المسجد بالناس يوم الجمعه فاقول فضيله صلاه الجماعه وصلاه العصر، فاتفاجا على صلاه العصر هم اللي بصلاه العصر. اتكلم عن فضيله صلاه الفجر فاتفاجا فاجلس مع صلاه الفجر هم ولا ياتي واحد جديد. ليه؟ فقلت العله ليست في الناس ولكن ليست في الانظمه البيروقراطيه التي تنظم خطب الجمعه، يعني كمان العله مش وزاره الاوقاف. لان وزاره الاوقاف منذ سبع سنوات انا لا ادافع عن اي احد، لكن اتكلم بوضوح لا بد ان اصارح انفسنا وان نقف على الحقيقه. ساقف على نفسي انا حقيقه اكذب ان صعدت على منبر رسول الله وتكلمت بغير الحقيقه. هذه هي الحقيقه التي اراها في وجهه نظري على الاقل من واقع خبرتي. وزارة الأوقاف منذ سبع سنوات لن تلزمني بعنوان خطبة معينة ولا تلزمني بأن أتكلم بكلام معين في خطبتي أبدا أبدا. إنما تكون أمور مقترحة في بعض الأوقات، مقترح مفضل على الأرض ويتكلم الخطيب بما يريد. فوجدت أن العلة في الخطيب لماذا؟ لأن خطبة الخطبة والإمامة أصبحت وظيفة وبها ينتج منها لقمة العيش. كل الناس يأتون إلى المسجد يوم الجمعة لا يفتقون النجوى إلا من الله، وقد يخرج أحد المصلين ويدفع من جيبه في صندوق المسجد من جيبه من كل غلاله يبتغي بذلك وجه الله والأجر من الله فقط، لكن الإمام والخطيب هو الوحيد الذي شرع المسجد يبتغي إكرامية وهكذا. ونحن في مجتمع الأئمة والخطباء يطالبون بإكراميات الخطبة، يا أخي متى ستصرف إكراميات الخطبة؟ يا أخي متى ستصرف الرواتب؟ لا، والأذهب والأمر من ذلك أن منهم من يريد له نقار الأئمة لتطالب بحقوق الأئمة، لا أقول من ناحية فقهية ولكن أقول من ناحية دعوية وتأثير، قد يكون من ناحية فقهية لا أن تأخذ أجر على الخطبة والإمامة، صحيح حلال، لكن هل ستكون مؤثرا بالناس كما ينبغي أن تكون؟ لماذا هتلر استطاع أن يقود الملايين من الناس كالعريان وكالقطعان وراءه دون خطابات؟ خطب هتلر اشتهر بخطاباته فقط، استطاع أن يغير وجه العالم بخطابات. كيف أثر وهو يدعو إلى باطل علما أن خطيب الجمعة يقعد على المنبر ويتكلم بكلام الله؟ اتكلم القرآن لكن لا يستطيع أن يؤثر بأحد، بدنا نقول منحرف طفل في نفسه ومهيج المشاعر، وبعد ذلك ماذا سيكون؟ لا شيء. يخرج المصلون فيذهب لوحده الى بيته فيأكلون وينامون ويشربون وتنتهي. وهكذا دوامة الأمة منذ سنوات. كيف استطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يغير وجه التاريخ 13 عام وهو يخطب ويتكلم بالناس دون ان يفرض القتال ولا صيام ولا زكاه حتى الصلاه لم تكن قد اتمت الفريضه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يقطع الناس بخطب وكلمات كان يوجهها الى الناس. شو السر؟ استطاع ان يؤثر في الامه وفي العالم الى وقتنا الحاضر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السر
موجود في كل الأنبياء هو أن كل نبي كان يطلب الله مالك لا يقول قل يا ربي لا أسألهم عليه مالا لا أسألهم عليه أجرا إن أجرنا إلا على الله. كان النبي لا يتقاضى أجرا على دعوته. لا والأدهى والأفضل والأبين والذي يميز الأنبياء أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقة. لكن تجد خطيب الجمعة قد يخطب الجمعة وبعد ينزل الخطبة وأتكلم عن الواقع لا أحدد شخصا بعينه بنزل خطبة الجمعة ويأتي بعض المصلين فيسلم عليه ويضع يده صدقة. كيف سيؤثر هذا الخطيب اللي أصلا هو مهزوز داخليا مهزوز وأتكلم عن واقع لا أتكلم عن شخصي فقط واقع كيف سيؤثر هذا الخطيب وهو يبتغي لقمة العيش والانتفاع الدنيوي من هذه المهنة التي ليست بمهنة وإنما هي دعوة إلى الله. في العصور المزدهرة في الإسلام كان خطيب الجمعة مين إما الخليفة أو والي المدينة أو قاضيها وفقيهها وعالمها. لما كان يطلع يخطب أكثر الناس قالوا يا عم الخليفة اللي بيخطب والي المدينة الذي يخطب المسؤول القاضي الفقيه هو الذي يخطب. لكن اليوم أقل الناس شأنا من يخطب كل الناس في الحي كنت تنطق عليه أقل الناس شأنا وبينه غير مشروع وموظف من الدرجة الأخيرة يخطب من الفقيه ثم المسؤولية. هذا واقع وإن كان مرهم وإن كان قاسيا لكن لا بد أن نواجه الحقيقة. كيف سيؤثر بالذات وكيف سيكون التأثير على المجتمع وتغيير حال الأمة؟ لماذا خطيب عرفات في أفضل رفاع الأرض دائما هو والخطيب ختيار كبير والله لم يفهم منه ولا شيء ثم تنتهي الخطبة ضده؟ هل العلم الناس؟ والله لو خرج خطيبا مكوها قادر على ان يتكلم ويؤثر وكلمه لها وزن سيتغير حال الامه من حد من موسم حد واحد فقط موسم حد واحد فقط فبنت موازن كثيره وخطط كثيره. لو رئيس احدى الدول خرج فتكلم شرقا وغربا وخفض في الكلام والكل يعلم انه حتى اللغه العربيه يفسر بها ويتكلم تأتي محلل يأتي محللون سياسيون وإعلاميون محللون وكلمات وتجد كلامه أمرا على أرض الواقع يضرب هارون ويضرب له ولكن يتكلم من قطع دقيقتين بمشهد درامي ويؤثر. لماذا؟ لأن واقع المتكلم يختلف عن واقع الخطيب الذي يتكلم كلامنا. لا بد أن ننظر نظرا ثاقبا وحقيقيا. الناس بخير الذي يأتي إلى المسجد هو بخير الذي يأتي إلى المسجد يريد أن يسمع كلام الله ذلك بخير. لا ألوم أحدا من المصلين إلا لم يقاس بخطبة الجمعة وإنما ألوم الخطيب الذي يعتني من مرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألوم نفسي حتى أصبح أن الإمام وأنا أتكلم عن نفسي وعن واقع أصبح الإمام إذا أراد أن يرتاح يوما من وظيفته اللي هي صلاة اللي هي الفريضة عليه الفريضة صلاة هي فريضة عليه توقف الإمام ولا مش إمام لكن صليها. قال إذا بده يرتاح من وظيفته وبتكلم عن نفسي ما يصليها في البيت يصبح في النفس. فأصبح يضيع أجر الجماعة لأنها وظيفة. بكون قد يكون البيت في مسجد نفسه لكن يصليها في بيته وذلك آثم وأنا آثم إن فعلت ذلك. وأقولها صراحة حتى لا تكونوا شهداء علي يوم القيامة أعترف لكم بها في الدنيا حتى لا أخزى بها يوم القيامة بين يدينا. فالله سبحانه وتعالى أحب أن أخشاه أحب أن يصارح الله بهذا الكلام. أفضل تصلي في مسجد آخر لأنه مش تصلي في مسجد هو في الوظيف لأنه مجرد ما يطلع على مسجد بده يصلي في نفسه يكون في آخر الوظيف. حتى في شهر رمضان قد يصلي الإمام التراويح والقيام في المسجد امتثالا للوظيفة حتى واحد من المصلين ما يكون في شكوى ويكون او ينتقل من المكان بيطلع يصلي. وقد يكون اقل المصلين شأنا عند الله اخلص من ذلك الامام اللي بتجوز الناس تكوى. عباد الله لا بد ان ننظر نظرا حقيقيا لان نصارح انفسنا. الشخص المسؤول الفاسد في وجهه نظري الذي لا بد ان يحاسب هو خطيب الجمعه ولا بد ان يحاسب نفسه قبل ان يحاسبني. وها أنا أحاسب نفسي أمامكم دون أي حرج لأن ذلك عند الله سبحانه وتعالى ما
فليعلم بعضنا ان نحاسب انفسنا امام اهدافنا. قد يتعلم البعض، وانا لا اقصد هنا التعليم وانما اقصد التذكير. لم اقف على المنبر في يوم من الايام بنيه ان اعلم، ولكنني وقفت على المنبر ونيه ان اذكر حتى لو كنت انا لا افعل ذلك. فلذلك كن قدوه بافعالك، فقد يحاسب الاب نفسه امام ابنائه، ما اخطات يا ابنائي وكان لا بد علي على تداركه. والزوج امام زوجته ليس عيبا، والمعلم امام اطلابه ليس عيبا، والخطيب امام المصلين ليس عيبا، والحاكم امام الشعب ليس عيبا، والوزير والمسؤول امام مسؤوليته ليس عيبا. ان يحاسب كل نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا البر والتقوى والاخلاص، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ويفوز المستغفرين واستغفرون. وأعدكم أن تستقيل من هذه الأمور.
لكن تأخر طيبا متبرعا لوجه الله سبحانه وإيمانا متبرعا لوجه الله سبحانه وتعالى حتى تكون خطوة عملية في حياتي سواء كان بنفسي أو بغيري لكن سأستقيل عندما أبرر ذمتي من هذا الحي من الأوقات يعني أريد تعود لذاتي حقوقها لا بد أن تقف موقف الصراحة من أنت لا بد مش لازم نضل هيك لأن الصراحة بالواقع بالطرف لو واحد يتحرك حركة عملية لو واحد يا أخي لو واحد تحرك حركة عملية في جملة لدي مئات واحد لو تكلم بكلمة الحق ممكن أن يكون لها أثر على مجتمع كامل بأكمله ماذا تريدون لتؤمنوا بالله في الثالث من الدنيا قد يقول على الله احنا على خطأ الله يبعث لنا إنذارات وبعد أيام قليلة هناك موجة حر شديدة جدا هذه موجة الحر الشديدة هل تظنون أنها طبيعية؟ هل تقلها إنذار من الله؟ والله إنذار من الله الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده والحرارة هي من رحمته من الشمس إذا هذه تخويف من الله وما تنزل من آيات إلا تخويفا هل تعلم أن الليل والنهار أيضا آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده تعاقب الليل والنهار يخوف الإنسان لأنه كل ما تعاقب الليل والنهار كل ما زاد عمر الإنسان وكل ما زاد عمر الإنسان اقترب إلى الموت وإذا اقترب الإنسان إلى الموت خاف على نفسه يخاف الزلزال والهزة أيضا خوف بل لدي في إنذار من الله ودماء المسلمين تسفك ونبيهم يسب ومسجدهم الأقصى ينتهى في كل يوم وفي كل ليلة ونحن صامتون حتى كدعاء وأئمة ومصلون ومسلمون صامتون لما يتصدر لماذا لا نتحرك ونقصد كل العملية التي لعلها تحرك في الأمم ساكنة لعلها ولو بكلمة واحدة يا قبل أن نحاسب حكامنا نحاسب أنفسنا والله سبحانه وتعالى قال كذلك نولي بعض الظالمين بعضا والله سبحانه وتعالى أيضا قال على لسان نبيه عمالكم أعمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم إذا أصلحنا أنفسنا أصلح الله لنا حاكما وإن فسدت أنفسنا أفسد الله سبحانه وتعالى لنا حاكما بهذا الإطار هذا ليس نموذج فقط على هذا البلد أو على هذا الحكم لا وإنما هو نموذج إنسان منذ عهد آدم إلى أن يتق الله ربه ورسوله هكذا ليصنع وتسلط على المصريين وبني إسرائيل لأن الله قال فاستخف قومه فأطاعوه لأن قومه كان كله كفاة فاستخف قومه فأطاعوه لكن لا يبقى فرعون وفي مجتمع موسى لا يبقى فرعون وفي المجتمع موسى ولا يبقى أبا جهل وفي المجتمع محمد صلى الله عليه وسلم كن محمدا لنراه كن شخصيتك شخصية محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خطيبا كان حاكما وقائدا للجيش وقلنا أن الخطيب لما كان أكبر قبائل جمعة في الإسلام إما أن يكون واليا وهذه مركز عليها وأمرها للتأكيد إما أن يكون خليفة وإما أن يكون الوالي وإما أن يكون قائد الجند وإما أن يكون قاضي المدينة وواليها والمساجد الجامعة اللي يصلى فيها الجمعة كانت قليلة يعني المفروض مسجد جامع يصلى فيه الجمعة واحد فقط يا رسول مش تكون الفصل مثل مسجد هذه لتفريق الأمة ولكن ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمع كلمتنا على الحق وأن يجعلنا من الذين يقولون الحق ولو على أنفسهم تكلمت هذه الخطبة بناء على آية واحدة في كتاب الله قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين لو كانت الشهادة بالحق على نفسك فقلها على والديك فقلها على الأقربين فقلها على مشغول فقلها لكن قبل أن تخرج إلى الأعلى انظر إلى نفسك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وإنا عن آمين اللهم يا مولانا اغفر لنا واستغفر لنا واكرمنا يا تواب يا ودود وارحمنا رحمة واسعة تنصرنا بها عن رحمة سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأهل والمال والولد اللهم اصفح عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا
اللهم يا ربنا إنا نسألك الصلاح لأعمالنا والصلاح لأفعالنا وأقوالنا، نسألك يا ربنا النية الخالصة الصادقة الصالحة المصلحة للأمة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مولانا اجعلنا هداة مهديين دعاة إلى الحق على أبوابك يا رب العالمين. اللهم يا مولانا كنا نسألك بفضلك يا ربنا حلالك أن تصلح لنا حالنا، أن تصلح لنا حالنا وأن تصلح لنا قلوبنا وأفعالنا. اللهم يا ربنا إنا نعلن توبتنا لك، اللهم اكشف عنا العذاب إنا تائبون، اللهم اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، نجنا اللهم من فتنة الدنيا ومن فتنة القبور. اللهم يا ربنا إنا نسألك يا الله فرجا عاجلا قريبا لأمة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هيئ لنا من يقولها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الفضل والجود والكرم، حرر المسجد الاقصى من يد الصهاينه الغاصبين، وارزقنا فيه صلاه قبل مماتنا، وارزقنا الشهاده على ابوابه مقبلين غير مدبرين، منصورين غير مقبولين برحمتك يا ارحم الراحمين. حرر المسجد الاقصى بايدينا معشر المسلمين لتشفي صدور قوم المؤمنين، اجعلنا يا ربنا من جنود تحرير المسجد الاقصى، اجعلنا يا ربنا من الشهداء التي تزكي دماءهم زيتون المسجد الاقصى، يا ربنا اجعلنا من الذين يقفون بجباههم واقدامهم سجال المسجد الاقصى، يا ربنا اجعلنا من الذين يؤمنون قلب الايمان للمسجد الاقصى بعد تحريره يا الله. اللهم يا ربنا حرر المسجد الاقصى، اللهم يا ربنا هيئنا لتحرير المسجد الاقصى، اللهم يا ربنا هيئ شبابنا لتحرير المسجد الاقصى. اللهم يا الله يا الله يا الله اصلح هذا الامه واكشف هذه الامه وارفع بغضك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعذبنا بذنوبنا يا ربنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا الله يا الله أجب على هذا البلد نعمة الأمن والإيمان والطمأنينة والسلام والإسلام وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله إنك القادر على ذلك ومولاه. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأنت يا أخي أرحنا بالصلاة فأقمها.